ونترك الآن الميكروفون لضيفة الشرف سمو الأميرة سهيلة. مساك الله بالخير، يا هلا فيك كلياتكم. أنا سعيدة كتير طبعا بوجودي، وبتشكر كتير كتير حسن بي راتب، وأنا سعيدة أن نلتها الشرف أني موجودة في الصالون، وسعيدة كتير أني موجودة في مصر. ده شرف وفخر إلي. أول شيء مصر حاجة عظيمة، من الصغر إحنا الأهل يحكونا عن مصر، زرعوا فينا إيش مصر، شلون مصر، من الجد للأب بنقوله زي ما بنقول، من الساس للرأس، يعني إيش مصر، بنلف العالم كله، يعني إيش مصر، ونحن لهون، نبرم نبرم ونحن لهون، لفينا العالم كله ما عشينا غير مصر، ونيل مصر وأهل مصر، الحنان كله ما شفناه غير في مصر، الحنان والحنية والحب ما شفناه غير هو، العشق في مصر، مش للشعب بس، للتراب للماي للجو للشيء، حاجة لها نبع، يعني نبع خطير، لو برمنا العالم كله ما راح نحصل. مصر حاجة جميلة، وأنا بتشكرها كتير كتير كتير، وبأسجد إلها كتير إني موجودة على صراحة، وده شرف وفخر إلي. وبحيي الشعب المصري كلياته إنه بيحبني ويقدرني ويحترمني ويستضيفني هون، والقامات بتاعت الدولة كلياتها والإعلاميين كلياتها، وبتشكركم كتير كتير إنكم شرفتونا اليوم على شرفي، ودي حاجة أعتز فيها كتير. بتشكر حسن بيه كتير كتير، ونهال هاني، وشكرا كتير على وجودي، وأنا من تلامذة ومن يعني تلاميذ وبراعم المرحوم عبد الرحمن، اللي يعني هو اللي نبع فينا برضو حتة الشعر، وبيت عبد الله الفيصل وخالد الفيصل، فبرضو شربنا من ماء النيل شوي، فده كان شرف إلي، شرفتوني كتير كتير، وأنا سعيدة الموجودة بكم. أهلا وسهلا فيكم.